مستمرين مع حضراتكم. ويمكن فكرة عودة الجنود والتنسيق لهذه العودة وفكرة الاستقرار السودان هو الغالب على الحلقة ويمكن على كل الأخبار. يعني أجرى رئيس السيسي اتصالا هاتفيا اليوم مع رئيس دولة الإمارات المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصرح المستشار أحمد فهم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعود على البلدين والشعبين الشقيقين بكل تقدم واستقرار، وأعلن وعلى الشعوب والأمتي العربية والإسلامية والإنسانية كلها بالسلام والأمان. كما تطرق الاتصال إلى جهود الحثيثة للبلدين لتهدئة الأوضاع في السودان الشقيق ووقف التصعيد والعودة للحوار واستعادة المسار السياسي في ضوء دعم مصر والإمارات للشعب السوداني الشقيق في جهود لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد. خلينا ناخد مع حضراتكم دكتور محمد فتحي الشريف رئيس مركز العرب للدراسات. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، معانا بحضرتك وبكل مشاهدينك الكرام. كل سنه وحضرتك طيب وبكل خير، عيد سعيد عليك وعلى مصر كلها ان شاء الله. عيد سعيد علينا كلنا جميعا ان شاء الله، عيد مبارك ان شاء الله. بدايه يعني يهمني جدا التحدث عن اهميه العلاقات العربيه كما شفنا في اجلاء الجنود ورجوعهم لارض الوطن بكل خير، والبيان الخارج طالع من الخارجيه واللي اتكلم عن مشاركه دوله الامارات والسعوديه وتم شكرهم بشكل قوي جدا. اهميه هذه العلاقات في هذا التوقيت يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقات العربيه في ظل هذا التوقيت وفي ظل التحديات التي يعيشها العالم وفي ظل المؤامرات الخارجية والداخلية التي تحيط بالوطن العربي مهمة جدا جدا، وخاصة التنسيق على كافة المسارات. طبعا كما شاهدنا وجميعا نأسف لما حدث في السودان في الفترة الأخيرة من يعني حرب سيخسر فيها الجميع. ما حدث في السودان يحتاج إلى تكاتف عربية، يحتاج إلى تدخل العقلاء، والرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالات هاتفية بعدد كبير جدا من الزعماء، حتى أنه أنطونيو غوتيريش أجرى اتصالا بالرئيس عبد الفتاح السيسي لما تملكه الحكومة المصرية والإدارة المصرية والقيادة السياسية المصرية من حكمة ومن معالجة كافة الأحداث بحكمة وبتروي، وبالتالي التنسيق مع دولة الإمارات العربية الشقيقة والشيخ محمد بن زايد وأيضا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، كل هذه التنسيقات تصب في صالح الأمة العربية والوطن العربي الموحد، وخاصة أن ما يحدث بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني أمر يأسف له الجميع، يعني أمر سيكون فيه الكل خاسر. وبالتالي الدولة المصرية بعد أن أجلت الجنود المصريين الذين كانوا في مهمة تدريبية في السودان، وكان هناك تنسيق وكان هناك تعاون مع العديد من الدول العربية، وكان هناك أيضا اجتماعات على مستوى رفيع في جامعة الدول العربية حول هذا الأمر. التنسيق العربي مهم، تبادل الرؤى مهمة جدا، التكاتف وعودة العلاقات العربية إلى قوتها وإلى أن يكون هناك يعني قرار عربي، هذا القرار العربي يخدم الصالح العربي، وخاصة أن ما يحدث على الساحة الدولية يؤثر بشكل كبير جدا في التكتلات والقوى. الوطن العربي تفضلي دكتور. الوطن العربي يحتاج إلى المزيد والمزيد من الجهود التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشقائه من الملوك والرؤساء في الوطن العربي. أنا عايز أقولك منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفكرة العلاقات العربية بقى لها منظور آخر وشكل مختلف وتأثير أيضا مختلف. خليني أتوقف مع حضرتك عند فكرة البيان اللي طلعوا ميليشيات الدعم السريع وقالوا فيها شكر للسودان، شكر للسعودية وشكر الإمارات وشكر لمصر ومنتهى التقدير لدور الجميع في إجلاء الجنود المصرية. يمكن كل هذه رسائل لأننا على علاقات جيدة بالجميع. هل من الممكن أن يكون الحافز الفترة القادمة أن يكون في حلول سياسية يكون عربي عربي يكون من الدول اللي تم تشكرها؟ لأن أيضا رئيس الجيش الرئيس البرهان بيقدر الدول العربية وعلى علاقة جيدة بالجميع، هل ممكن يكون المبادرات القادمة تكون عربية وتستقبل بتنفيذ من الطرفين ولا هيكون صعب؟ يعني الدول العربية رغم أن هناك ملفات وهناك انشغالات وجاءت
يعني ما يحدث في السودان جاء في توقيت دقيق للغاية، جاء في توقيت تشهد في العلاقات العربية مزيد من الانسجام، وجميعا ساعدنا بأن تعود سوريا إلى الجماعة العربية مرة أخرى، وأن يكون هناك تفاهم في الملفات الإقليمية مثل الملف الخليج وإيران وغيرها من الملفات التي حدثت فيها انفراجة، وكانت هناك أجواء سياسية جيدة لأن يكون هناك تكتل عربي. للأسف الشديد حدث ما حدث في السودان، وبالتالي الدولة المصرية مهمة جدا جدا أن يكون لها دور في إقرار السلام في السودان، ورئيس عبد الفتاح السيسي يتشاور مع كل الزعماء وكل الأشقاء في الدول العربية وخاصة التي يهمها أمر السودان، وكل الوطن العربي يهمه أمر السودان، بالإضافة إلى دول أفريقية عديدة جدا يهمها أمر السودان، لأن ما يحدث في السودان سيؤثر على عدد كبير جدا من الدول سواء كانت تشترك معها في حدود برية أو تشترك معها في حدود بحرية، يؤثر هذا التراحل وهذا الخلاف الحادث على الأراضي السودانية على القرار العربي كله. وبالتالي الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اتصالات مكثفة على مستوى عالي جدا، وهناك تنسيق مع جهات دولية حتى يكون هناك إقرار للسلام، وأن تكون هناك هدنة دائمة، وأن يكون هناك عودة إلى طاولة المفاوضات، وأن توقف هذه الحرب، لأن هذه الحرب الجميع فيها خاسر، وأول الخاسرين الشعب السوداني ثم دول الجوار. وبالتالي على الجميع وعلى الإخوة الأشقاء في السودان أن يدركوا جيدا أن ما يقوم به ما تقوم به الأحداث سواء كانت الدعم السريع أو الجيش السوداني هي يعني ستؤثر بشكل كبير جدا على الدول العربية والدول الأفريقية، وستؤثر على القرار السياسي. وبالتالي الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة في السودان، ورئيس عبد الفتاح السيسي يولي هذه الأزمة جهودا يعني يوليها كل الاهتمام، ودائما ما يتباحث مع الأشقاء والزعماء العرب على أن يكون هناك حل، ودعت مصر والسعودية في بداية الأزمة إلى اجتماع طارئ لجماعة الدول العربية على مستوى المندوبين. هذا الاجتماع تم التشاور فيه الوصول إلى حلول، وخاصة أن الدول العربية تحتاج في هذا اليوم إلى قرار موحد، إلى قوة عربية مشتركة موحدة، إلى قرار سيادي وسياسي موحد. وهذا الأمر طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014 وحتى اليوم، ودائما ما ينادي به، لأن القوة العربية المشتركة والموحدة كل هذه الخلافات البسيطة وكل هذه الأمور يجب أن يتم معالجتها في إطار جماعة الدول العربية وفي إطار القوى العربية، وخاصة أن الدول العربية أثبتت في الفترة الأخيرة أن اجتماعها وتكتلها يحدث قوة عربية حقيقية. هي كانت الكلمة السفير أحمد أبو الغيط كانت كلمة مؤثرة جدا، وكانت كلمة صادقة جدا، ويعني بمنتهى الحب للشعب السوداني أكثر. يعني بشكر حضرتك جدا دكتور محمد فتحي الشريف، رئيس مركز العربي للدراسات. مستمرين مع حضراتكم، ويمكن الخارجية كمان كان لها بيان هام، بيان كان واضح جدا وفي تفاصيل عديدة، واللي أعلنت نجاح الجهود التي قامت بها بالتنسيق والتعاون مع دولة الإمارات المتحدة الشقيقة لتأمين سلامة باقي الجنود المصريين المتواجدين في السودان لدى قوات الدعم السريع، وتسليمهم إلى السفارة المصرية في الخرطوم وأعراب البلدين الشقيقان عن تقديرهم للصليب الأحمر الدولي لما بذلوا من مجهود في دعم عمليات التأمين وسلامة جنود المصريين. وذكرت وزارة الخارجية بمصر والإمارات أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف الدولتين الداعم للتهدئة عبر التواصل المستمر مع الأطراف السودانيين لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي. وأكدت الوزارتان البلدين بمواصلة جهودهما الرامية إلى وقف الجهود والعودة للإطار السياسي والحوار لحل جميع الخلافات. وده أعتقد مش مصر والإمارات والدول العربية، ده المطلب اللي بيطلبه العالم كله الآن، هو العودة للحلول السياسية والإطار السياسي، لأن ده القادر أن ينفذ منه على الصالح السوداني. معانا على الهاتف دكتور محمد أبو طالب، أستاذ العلاقات الدولية والأفريقية جامعة الفيوم. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك بخير وسلام إن شاء الله. كل سنة يا فندم والشعب المصري كله بخير يا فندم. خليني أعرف من حضرتك يعني مدى إمكانية استجابة السودان أو الطرفي النزاع الموجودين الآن في السودان لمثل هذه المناشدات العربية والدولية أيضا الآن؟ أولا بداية أحب أهني الشعب المصري والعربي بحلول عيد الفطر المبارك، أعطاه الله علينا جميعا بالخير واليوم المباركات وأعياد عيد القيامة المجيد، كل عام وانتم بخير. كل الشكر يا فندم، حضرتك طيب. أولا ثانيا كل
الجولات التي قامت بها الدبلوماسية المصرية سواء على شقيها الدبلوماسية الرئاسية أو الدبلوماسية وزارة الخارجية باتت بالنجاح، بداية من استعادة تواجدنا الدبلوماسي في طرابلس، بداية من زيارة السيد الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي إلى السودان 9 مارس 2021، كل تلك الجهود باءت بالنجاح وكانت لها مردود كبير جدا على تسهيل عمل وزارة الخارجية المصرية، وبداية من دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط النفس والجلوس على مواد المفاوضات، وبالتالي وقف إطلاق إيران بين طرفي النزاع في السودان. بالتالي السودان لها بعد استراتيجي لدى دولتنا الحبيبة مصر، فهي طبعا حدودها مع مصر الجنوب، وبالتالي من مصلحة مصر على المستوى السياسي والاستراتيجي إعادة الاستقرار لدولة السودان وتغليب الحوار والمصالح الوطنية السودانية على طرفي الصراع في السودان. الأمين العام للأمم المتحدة قبل الظهور على الهواء مباشرة كان دعا لاستمرار هدنة 3 أيام، وهي 3 أيام العيد، التقاط الأنفاس، والشعب السوداني يعني حتى يعرف يستقر شوي. هذاك شايف ده ممكن ينفذ ولا في ظل الاشتباك اللي حصل بعد الهدنة الأولى اللي كانت موجودة بشكل سريع وبشكل كمان عنيف؟ كان هناك خرق فعلا للهدنة الأولى. دعونا في أهلنا في السودان، ندعوهم إلى احترام الأعياد سواء الأعياد الإسلامية أو الأعياد المسيحية، بداية من عيد القيامة المجيد ثم إلى عيد الفطر المبارك، ونحن في شهر رمضان المبارك، خارجين من شهر رمضان المبارك. كل تلك الأجواء الدينية لابد للأطراف المتنازعة في السودان أن تحترمها وأن تحترم الشعب السوداني وتحترم رغبة الشعب السوداني في الاحتفال بالأعياد سواء كانت أعيادنا المسيحية أو أعيادنا الإسلامية، فلابد من إعلاء الروح الوطنية السودانية، وأن يتم أولا الاستماع إلى صوت الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالهدنة والحوار وضبط النفس بين طرفي الصراع، ثم الاستماع إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة التي جاء بعد دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبرز مدى كفاءة الدبلوماسية الرئاسية في يعني ضبط مصالحنا الاستراتيجية والمصالح الوطنية السودانية، لكي يجلسوا معا على مائدة مفاوضات واحدة ويتم بالتالي إنهاء الصراع. وأعتقد أنه وفقا للمعطيات على أرض الواقع أنهم سوف يلتزمون بالهدنة، يعني التقاط الأنفاس، لإعادة ترتيب الأوراق، وفرصة الفكرة البداية الأولى اللي كانت بكل هذه السخونة، أعتقد كانت فرصة لفرد العضلات للطرفين، وواضح أن كل منهما وضحت قوته الأساسية على الأرض شكلها إيه، فهو مش محتاجين الوقت الحالي للاستمرار. بالضبط، كل واحد أظهر أوراقه على أرض الواقع، على أرض أنا دايما أحب أبعد عن يعني أحب أبعد عن كلمة أرض المعركة، لأن دي أرض وطنية سودانية، وللأسف طرفي النزاع السودانيين للأسف يعني أنا أعتقد أن الحوار، وأعتقد أن إعادة ترتيب الأوراق فيما بينهم سوف يكون هو الحل الأمثل تلك الأزمة التي أحلت بالسودان. دكتور محمد أبو طالب، أستاذ العلاقات الدولية والأفريقية جامعة الفيوم، كل الشكر لحضرتك. خلينا يمكن هذه الدعوة يكون لها أيضا أثر، بما تكلمنا عن التدخل العربي كمان دعا الأمين العام للأمم المتحدة اليوم إلى وقف إطلاق النار ل3 أيام في السودان خلال عيد الفطر، والسماح للمدنيين المحاصرين في مناطق الصراع بالفرار وطلب العلاج والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع رؤساء الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية للدول شرق أفريقيا وإيجاد وغيرها من المنظمات ذات الصلة. تقريبا ده كل المسؤولين أو هم اللي يحيطوا السودان بقيادة، يعني
الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، كل ده قادر ممكن يحدث فرق في الساعات القادمة. خلينا نطلع نشوف فيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم. مستحيل هناك، وكذلك وقد تم استهداف الكثير من العمليات الإنسانية واستهداف الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية، يجب أن توقف، فضلا عن أنه هناك عمليات نهب وسرقة كبيرة. لابد من توفير سلامتي وأمن العاملين في المنظمات الإنسانية. كذلك أشعر بالقلق بشأن العاملين في المنظمة الأممية الذين يفعلون كل ما بوسعهم من أجل تقديم الدعم. كثير من الأسئلة شايلاها الدكتور طارق، لأن محتاجة أفهم أكتر، ودايما بيضيف لنا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور. اتفضلي فندم. برحب بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه ومنوره الدنيا حضرتك. اتفضلي. ربنا يخلي حضرتك دكتور. دكتور خليني يعني ابقى مع حضرتك دلوقتي اخر مستجدات وما يحدث في السودان الان. يعني خلينا نقول انه ربما الوساطات المتعدده الان بدات تتبلور بصوره مباشره في اطار الثلاثيه وتحرك الامم المتحده مدعومه بالولايات المتحده فيما يعرف بالتحرك الثنائي الثلاثي. وأيضا هناك الرباعية الدولية الممثلة في الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، إضافة طبعا للتحركات الإفريقية ممثلة في منظمة إيجاد لشرق أفريقيا، بالإضافة إلى المفوضية الإفريقية. كل هذه الوساطات والاتصالات بما فيها القمة التي عقدها الأمين العام للأمم المتحدة، قمة افتراضية اليوم، هدفها وقف إطلاق النار وبدء مرحلة جديدة في تاريخ العملية السياسية. لكن الإشكالية الآن في الجانب الآخر، هو يعني طرفي المعادلة لابد أن تتوافر الإرادة السياسية والعسكرية والاستراتيجية للتعامل مع المشهد الراهن وتقبل فكرة الوساطة من أصل، لأنه وقف إطلاق النار في هذا التوقيت بافتراض أن يتم بعد توقيع الهدنة الإنسانية. طبعا الخروقات في الهدنة خلال 48 ساعة ماضية، وبالتالي أي وقف حتى مؤقت أو لمدة ساعات أطول لابد أن يحتكم إلى أمرين. الأمر الأول هو التخوف من إعادة مناطق نفوذ تتبع القوات المسلحة السودانية أو تتبع قوات الدعم السريع، وبالتالي يقسم الوضع على الأرض، وبالتالي تبقى مصارح العمليات مفتوحة. هذا في السيناريو التفاؤلي اللي هو الخاص بإمكانية أن يكون هناك تقابل أو تراضي أو توافق على حلول وسط، لأنه بعد أن يتم وقف إطلاق النار لن يكون العودة لاتفاقية الإطار كما يتوهم البعض، لا، الأمر تغير، وبالتالي سيصبح الأمر مرتبط بعملية سياسية جديدة أو تصويب مسار العملية السياسية وفق المرجعيات السابقة. من سيقوم بهذا؟ لابد من وسطاء. الجانب السوداني أعلن أنه لا يريد تدخلات خارجية، وهذا أمر جيد، لكن الإشكالية من سيقوم بهذا الدور؟ الدول الإقليمية، دول الجوار وعلى رأسها مصر وجنوب السودان، يعني لديها الإمكانيات والقدرات للعب دور في هذا التوقيت، إضافة طبعا للأمم المتحدة والرباعية الدولية. أعتقد إذا تم دمج بعض هذه الوساطات ومسارات التحرك سنكون أمام خطوة جيدة يمكن البناء عليها في الفترة المقبلة. لكن خليني أقول لحضرتك نقطة مهمة للغاية، وهو أن العمل العسكري هيستمر بعض الوقت، كل التوقعات تشير إلى هذا، بهدف تحسين شروط التفاوض حينما يجلس الفرقاء على مائدة التفاوض. يعني كل ما تشاهدينه حضرتك من تصعيد للمشهد العسكري هدفه هو تحسين شروط التفاوض حينما يبدأ التفاوض على حصول كل طرف على أكبر قدر ممكن من دكتور بالتأكيد. دكتور البنتاغون أعلن أن في انتشار القوات في الأمريكية في جيبوتي لإجلاء المواطنين أو الموظفين الأمريكيين الموجودين، هل ده مؤشر أن يعني داخلين في مرحلة اللا عودة والاستمرار وتصعيد الاحتدام المسلح؟ هو بالتأكيد طبعا ده مؤشر، لأن الولايات المتحدة كانت أعلنت خلال الساعات الأخيرة أنها لن تتدخل باستدعاء الرعاية الخاصة بها، وبالتالي كان هناك حديث في هذا الإطار. المشكلة، كل المشكلة متعلقة بالخطوة التالية، والخطوة التالية هي أنه الرعاية الأجانب للدول الكبرى ليس الولايات المتحدة هتبقى مطالبة بطبيعة الحال بالرجوع إلى بلادهم. القاهرة بدأت في استرجاع مواطنيها والوجود المصري الآن بالإضافة إلى الجنود،
وفي خطوات بذلت في هذا الإطار. هل تم عودة مدنيين مصريين يا فندم؟ يعني هو جاري مخطط لعودة موظفي الري وبعض الموظفين المدنيين اللي بيشتغلوا في قطاعات في السودان، يعني حرصا على حياتهم ليس أكثر. في بعض الرعاية موجودين الآن في الملحقية الدفاعية في السفارة المصرية في السودان، وجاري بطبيعة الحال ارجعهم إلى الوطن. ففي تفاصيل كثيرة في هذا الإطار. الولايات المتحدة، أنت تعلمي أن بلينكن أجرى اتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع طرفي الصراع بصورة مباشرة، اتصالات هاتفية اسمها الدبلوماسية الهواتف الجوالة. وأجرى بلينكن في هذا الإطار تصورا ركز على ضرورة عودة الرعاية الأمريكان. طبعا عمليات الإجلاء بتتم من القاعدة الأمريكية في جيبوتي وهي قريبة جدا من السودان، حياليها طبعا دول أوروبية وعلى رأسها بريطانيا. هذه الخطوة هي خطوة احترازية، مش معناها ان احنا يعني ستطول العملية العسكرية لمدة طويلة، لكن هو خوفا على حياة الرعاية الموجودين في هذه المناطق اللي هي اصبحت مناطق نار حضرتك استاذة ألفت. فبالتالي يتخوف الأطراف الأوروبية من انفتاح المشهد بصورة أو بأخرى. وكمان كان في تعامل باستهتار أو يمكن تصعيد، محاولة تصعيد أكبر باستهداف بعض موظفين السفارة الأمريكية. يعني خلينا نقول في مواجهة المعارك العسكرية بيبقى في بنك أهداف، بنك الأهداف ده بينفتح على حسب مسار العملية العسكرية. الطرفين يريدوا أن ينقل رسالة للولايات المتحدة. الولايات المتحدة كما تعلمي حضرتك خلال الساعات الأخيرة هناك رأي في الكونغرس أصير في لجنة الإنصات أمس إنه لابد من فرض العقوبات على الطرفين. فرض العقوبات معناه العودة بالملف السوداني إلى رقم واحد مرة أخرى بعد أن تم تعويض النظام لي وإعادة تأهيله وشطب بعض المديونية والديون الخارجية ورفع اسمه من اسم السودان من القوائم الخاصة بالإرهاب. كل دي إجراءات الأمريكان عملوها، لكن الآن الجانب الأمريكي يسعى إلى فرض العقوبات على الجانب السوداني، وهنا مكمن الخطورة. كده يبقى سيعود السودان خطوات للوراء. العقوبات هتشمل طبعا أسماء قادة الحرب سواء كان من الدعم السريع أو من القوات المسلحة السودانية، وسيمنعهم من مغادرة السودان، وستكون في قوائم ملاحقة ومتابعة. في إجراءات ستطول. هل هذا الإجراء سيعوق المسار السياسي؟ قولا واحدا نعم، لأن الولايات المتحدة باعتبارها الطرف القوي يعني تستطيع مع الأمم المتحدة يعني ومع الربعية الدولية المدعومة بموقف الإمارات والسعودية بالإضافة لبريطانيا تستطيع أن تحرك المشهد وتستطيع أن تلعب دور مؤثر، لكن أتصور أن فرض العقوبات سيؤدي إلى نتائج عكسية. دكتور طارق، عندي سؤال ممكن يعني يبقى غريب، انا عارفه انه هيبان في طرحه غريب. هل من الممكن ظهور قوه سياسيه سودانيه من السودانيين نفسهم ومحاوله حتى لو انحياز لاحد الطرفين واخذ الموقف ويبقى ده الموقف الرسمي للبلد؟ هل ده وارد؟ هل في قياده سياسيه ممكن تجمع حولها المواطنين السودانيين ويكون لهم هم الدور بالمشاركه طبعا او يعني بعد كده بالتدخل الدول الخارجيه في دعمهم اكثر؟ يعني سيدتي البندقية تتحدث الآن، وإذا تحركت تخطينا المرحلة السياسية والمدفعية، إذن الحديث عن المكون السياسي أيا كان مستبعد. وحتستغربي حضرتك حينما تعلمي أن القوة التي أعلنت أنها يمكن أن تقوم بدور الوسيط فيما يجري هي الحركات المسلحة التي لم يتم دمجها أصلا. يعني عايزة تجد لها دور دلوقتي، يعني دور نفسها على دور، عن دور مباشر يعني. وهذه حركات متمردة أصلا ولم تلتحق بعضها في العملية السياسية. طب توقع حضرتك السيناريوهات القادمة إيه يا دكتور طارق؟ يعني شوفي أستطيع أن أعدد لحضرتك أكثر من 10 سيناريوهات نظرية الأقرب يعني لعقل حضرتك، لكن السيناريو اللي هو ليه وزن نسبي مباشر هو اللا حسم. اللا حسم بمعنى أنه ستستمر الأمور في مواجهات عسكرية. طبعا الغلبة للقوات المسلحة السودانية لاعتبارات القوى الشاملة والإمكانيات والقدرات، لكن لا تنسى أن قوات الدعم السريع اختبرت في مواقع عمليات، يعني حربت في مسار عمليات في تشاد في الكونغو، وحربت أيضا مع الجيش الليبي وحربت في جنوب اليمن. يعني أنت عندك برضو قوات عملت على الأرض، ليست هي قوات نظامية بالمعنى النظامية، لكن القوات المسلحة السودانية قوات مهنية. لكن خلينا أقول النقطة دي، وده كان سؤالي لحضرتك دكتور طارق. حضرتك بتقول اللا حسم، فكرة اللا حسم هنا أنا عندي الطرفين متساويين فبالتالي ده هيطيل الأمد. يعني
يعني في مزايا وسلبيات يعني ايجابيات وسلبيات لكل طرف في مواجهه الاخر. يعني اذا دخلنا حرب مدن وحرب شوارع فستكون هيكسب فيها طبعا قوات التدخل السريع يعني القوات الحسم طبعا لان عندها قدره حسم يعني كحركه اختبرت في مسار عمليات وما الى ذلك والدعم قوات الدعم يعني لديها خبرات في هذا يجب ان نعترف بها لكنها لا تملك قوات جويه. القوات الجويه تستطيع ان تنهي اي عمليه ويليها قوات بريه تدخل وما الى ذلك. دي طبعا للقوى النظاميه الحسابات القوى الشامله تعمل القوات المسلحه السودانيه لكن اللا حسم معناه ايه؟ تستمر العمليات بهذه الصوره كرا وفرا وتبقى في مناطق نفوذ خاصه لكل طرف وينسحب عدد كبير من قوات الجنرال محمد حمدان دوغلو الى منطقه دارفور وتبدا حروب من هناك يعني ليست في الخرطوم. المعارك كلها بتدور حضرتك في وسط وشمال السودان حول مناطق استراتيجيه وعسكريه وزاره الدفاع اسلحه المهندسين والاسلحه الاستراتيجيه الخاصه بالمرتبطه بها الحرب الالكترونيه و الإشارة وغيره. لكن نحن نتحدث إذا عادت قوات الرادع بصورة كبيرة قوات الدعم إذا دخلت دارفور وبدأت في شن عمليات عسكرية وقتالية ستروع السودانيين وهنا مكمن الخطورة لأنهم لهم خبرات كبيرة جدا حضرتك حينما حاربوا ميليشيات الجنجويد في مراحل معينة فبالتالي عندهم خبرات كبيرة وهذا هو مكمن الخطورة في هذا التوقيت أن نتعامل على أنها فصيل متمرد. القوات النظامية أعلنت أنها فصيل متمرد فكيف يمكن أن تفككها؟ لن يتم تفككها إنما ستتبعثر في مناطق متعددة وتعود لمناطق انتشارها فيصبح السيناريو الأوقع هو السيناريو لا حسم وتدخل السودان في دوامة كبيرة. لن تصل إلى فكرة الحرب الأهلية لكن هيبقى الوضع غير آمن وغير مستقر والقوات المسلحة تبقى مسيطرة على بعض المناطق الاستراتيجية وتفقد سيادتها على بعض المناطق الأخرى. السيناريو لا حسم ده وارد وارد بقوة أما السيناريات الصفرية الأخرى حرب أهلية هذا مستبعد تماما تماما تماما. الحرب أنه ينجح النظام في أن يسقط لأن النظام قوي ومتماسك حول القوات المسلحة. القوة المترقبة لما يشهد هي المكون السياسي كون تسلحك أشرت إليه بقى القوة والأحزاب والنقابات والهيئات دي لا تحسم المشهد لكنها تترقب ما الذي سوف ياتي بعد وقف اطلاق النار هو دورها كما العالم كله ايضا في حاله ترقب بالتاكيد لانه طبعا نتائج العمليه العسكريه سيرتب ارتدادات مباشره على العمل السياسي داخل المكون المدني وسيكون له رؤيه ودور وطبعا تفاصيل كثيره متعلقه بدعمه لكن هذا المكون لا يملك القوه الان القوه على الارض من يملك القوة سيستطيع أن يفرض خياراته في وجه الجميع. كل الشكر لحضرتك دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة بشكر حضرتك على هذه المداخلة الهامة اللي تقريبا خليتها الآخر علشان خاطر نستجمع فيها المشهد وما يحدث الآن في السودان. فكرة الوساطة الرباعية الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وكل هذا وعلى رأسهم مصر إن شاء الله قابل أن يكون في وساطة تكون في صالح الشعب السوداني لأن اللي بيحدث على أرض الواقع شيء ترفضه الإنسانية وأي قانون دولي ممكن ده غير مقبول بالمرة. قبل ما أطلع لفقرتنا الحوارية وهنتكلم يعني أنا عارفة أن احنا محتاجين نستمتع بالعيد محتاجين نستمتع بالأجازة عيد القيامة وبعده عيد الفطر أكيد حالة كده نفسية محتاجين ناخد هدنة كده مع نفسنا ونعرف ازاي يبقى عندنا اجازة احنا ممكن يبقى قاعدين في البيت لكن مش عارفين نستمتع بفكرة الاجازة. لكن قبل ما اطلع عندي حلقة مهمة يوم السبت وحابة حضراتكم تشوفوا معايا اجزاء منها حقيقي حلقة تستحق المشاهدة مش علشان انا اللي بقدمها ولا علشان انا اللي موجودة النهاردة خالص لان المحتوى اللي فيها محتوى صادق جدا. يمكن احنا لما بنحضر القداس ليله العيد في الكنيسه او لما بنخرج بيبقى نفسنا نلبس لبس العيد نبقى نفسنا نسلم على حبايبنا اللي هيبقوا موجودين في القداس ناخد بركه القداس طبعا ده حاجات لكن بيبقى فيه برضو اشياء جانبيه يعني. لكن فكره القداس في سجن او يعني مركز الاصلاح والتاهيل بوادي النطرون مختلف جدا. دي ناس طالعه حقيقي بالجلابيه البيضاء بكل بساطه علشان يقابلوا ربنا فقط للقاء السيد المسيح فقط لان هم يشبعوا بالقداس اللي بيبقى في مواعيد مش زي ما احنا عايزين اروح اصلي الجمعه اصلي الاربعاء السبت الحد اروح اصلي في اي وقت اصلي لا الموضوع مش كده خالص. فكره القداس في
منظمة عقبية أو مركز للإصلاح والتأهيل مختلف جدا. هتشوفوا حضراتكم أجزاء من حلقتنا اللي هتكون يوم السبت إن شاء الله، حلقة تستحق مشاهدتكم لأن فيها رسائل. أنا بعتبر الحلقة دي بتبقى رسائل من ربنا مباشرة لقلوبنا، لأن أنا البركة اللي باخدها والكلام اللي بسمعه من القلوب اللي بتبقى في الحوارات بيبقى لقلوبنا مباشرة. خليكم معانا، لسه عندي فقرة حوارية هامة جدا، لكن شوفوا حلقة السبت قد إيه تستحق مشاهدتكم. برحب بحضراتكم وحلقة خاصة من داخل مركز تأهيل وإصلاح وادي النطرون. فعاوز يقول لنا أن الجسد ده لازم يموت ويطلع بعد كده جسد آخر، جسد آخر ممجد. احنا بنبقى في قمة السعادة لما بنحس انه ان احنا بنقدر نعمل حاجة، واعتقد انه الفترة الاخرانية اللي تم التغيير اللي تم في قطاع الحماية المجتمعية، اعتقد انه ده ابلغ تعبير على فعلا الوحدة الوطنية اللي موجودة في مصر. هذه الاعياد كلها فرحة ومسرة وشرف لنا كبير ان احنا بنهني اخواتنا في الإنسانية وإخواتنا في الوطن بعيد القيامة المجيد. قصص كتيرة، في اللي مكمل 30 سنة، في اللي لسه سنة، لكن كل قصة وراها حكايات كتير جدا. أنا داخل السجن عندي 21 سنة، احتمال أخرج اليومين دول، وحتى لو ما خرجتش أنا عندي ثقة وسلام في ربنا إن هو شايل لي حاجة أحسن من كده. الحرام عمره ما يغير حاليا. يمكن دموعك دي تبقى تمن إن شاب زيك يشوفنا وما يبقاش هنا الفترة الجايه. عز شباب رأى، أنا بقالي سنة، بس السنة دي كنا عدت عليها بقالها سنين، والله أعلم بقى لسه هنخرج إمتى، ولا هنقعد إزاي، ولا هنعمل إيه تاني، والله أعلم بقى اللي بره هيفضلوا زي ما كانوا. العظمة الروحية اللي احنا حاسينها مع الناس هنا، فكرة القبول اللي بينهم وبين بعض، فكرة ان هم دخلوا وهم بيقولوا ان احنا جايين عشان نقابل ربنا. يعني عشان كده السيد المسيح قال ايه؟ كنتم محبوسا فزرتموني. بما انكم فعلتم باحد اخواتي هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلتم. بشكر المسيح اللي جابني المكان ده او سمح بيه ان اتغير، عشان لو ما كنتش جيت ما كنتش هتغير. توجيهات سيدنا امادو ماديوس ان كل نزيل يخش جديد لازم يبقى معاه انجيل واشبيه. احسن حاجه في العقاب ده كله ان انا كان في كنيسه وان انا قربت من ربنا في الكنيسه في الوقت. قرب من المسيح هتتغير. ففكره ان ماليش حد فيلاقي ربنا هو الوحيد اللي فتح حضنه يلاقي الكنيسه، عشان كده تلاقي في مصطلح يمكن لو سجلته مع النزلاء يقول لكم ان ما قابلتش ربنا غير هنا، او ما عرفوش غير هنا، او ما لقيتوش غير هنا. انا عمري ما كنت قريب من ربنا زي النهارده. ما دول اخواتنا، دول اعضاء في جسد المسيح، واحنا اعضاء في جسد المسيح، كلنا واحد، لازم نحس بيهم. اللي بيحس بيهم يبقى ده فعلا عضو في جسد المسيح.